محافظة حماة عقد ملتقى وطني تصالحي جمع أهالي مدينة سقيلبيقة ومدينة سلحب وقرية العشارنة والعوينة، وذلك بعد فتح طريق سلحب العشارنة سقيلبيقة الذي بقي مغلقا لفترة طويلة بسبب تواجد المجموعات المسلحة، والتي قام أهالي بلدة العشارنة بطرد عناصرها وتأمين الطريق. أينما كانوا وجد الأمن والأمان، ها قد أتوا رجال عاهدوا الله والوطن أن يعيدوا لأرض سوريا كل ما حاول الإرهاب سلبه. رجال الله أبطال الجيش العربي السوري، ها قد أتوا لتأتي معهم البهجة والأفراح، خصوصا بعدما قاموا بفتح طريق سلحب العشارنة السقيلبية الذي بقي مغلقا لحوالي العام بسبب المسلحين الذين اتخذوا من ذاك الطريق مقرا ليرهبوا ويروعوا المواطنين الآمنين، قاطعين بذلك شرايين الحياة. لكن في سوريا رجال شربوا من ماء انبثق من ينابيع امتزجت ماؤها بدماء روت تراب وطن أقسم رجاله على الاستبسال دفاعا عنه. فأين عت ثمار مصالحة وطنية تجسدت بين أهالي مدينة السقيلبية ومدينة سلحب وقرية العشارنة والعوينية، لافظين كل من حاول المساس بأمن وسلامة الوطن؟ حقيقة نحن الآن في الملتقى الأخوي الذي يجمع هذه القرى، أقولها حقيقة في قرية العشارنة، هو لقاء المحبة، لقاء الأحبة والمحبة، لقاء الأحبة التقى الأحبة مع بعضهم، ولقاء المحبة هذه اللقاء اللي كان مشحون بهذا الود وهذه المحبة حقيقة كان يدل على أواصر هذه القربة، أقولها والصلة والجيرة التي تجمع، الذي حث عليها ديننا الحنيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ونحن إن شاء الله في هذه البلدة وفي هذا الوطن المعطاء، نحن إن شاء الله يدا واحدة ضد الأعداء وضد الخائنين الذين أرادوا ببلادنا شرا وسوءا، نحن يدا واحدة. التقيت اليوم من كافة القرى الفعاليات لأجل المصالحة الوطنية ولأجل القضاء على ظاهرة الإرهاب إنهائها، ومشان يسود الأمن والأمان سوريا الحبيبة. هتافات علت وابتسامات رسمت، هو مشهد لطالما ضاق الغرب ذرعا به، هو مشهد يعكس اللحمة والوحدة الوطنية بين شعب أبى أن يشترى بمال الكون وبين جيش أقسم أن يظل حام للوطن وصدق.